اهلا وسهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم عن معادلة الصيدلة في امريكا او ازاي تبقى registered pharmacist in United States. الفيديو ده هيهم اي حد بيفكر في السفر لامريكا وعايز يشتغل هناك بشهادته كصيدلي ويبقى مصرح ليه ان هو يشتغل هناك كصيدلي. هيحتاج يمشي باسوي عبارة عن steps هنشرحها كلها ان شاء الله بالتفصيل في الفيديو ده وهنفهم كل المتطلبات ليها. ولكن في الاول حابة اوضح نقطتين. اول نقطة انه انت اساسا لازم تكون خلصت دراستك في بلدك او في اي دولة في العالم وخدت منها registration كفارماسيست، يعني لازم تكون مسجل كصيدلي في اي دولة في العالم. مش لازم تكون country of residence او يعني مش لازم تكون البلد اللي انت ساكن فيها حاليا او موجود فيها حاليا، ولا حتى تكون المكان اللي اتخرجت منه country of graduation، لا ممكن اي دولة. المهم ان انت تكون registered pharmacist في اي دولة في العالم، تمام؟ ده اول شرط. تاني شرط هو عشان اصلا تقدم اول خطوة اللي هي document evaluation، لازم تكون خريج بروجرام صيدلة 5 سنين او اكتر، تمام؟ طيب القصة دي هتهم يعني بعض الدول. بعض الدول بيبقى فيها نظام ان انت تقدر تختصر سنوات الدراسة بتاعتك، تاخد بقى سمر كورس، تعمل اي حاجة. المهم في ناس بتختصر عدد السنين بتاعتها لأقل من 5 سنين، دي تمام. المهم ان البروجرام نفسه بتاعك يكون عدد الساعات بتاعته لمدة 5 سنوات، مش مهم انت خلصته في قد ايه، المهم انه البروجرام نفسه الحجب بتاعه او المدة بتاعته 5 سنين او اكتر، تمام. في بوينت تالتة عايزة اوضحها، هي ان المعادلة مش بتديك اقامة في امريكا. يعني لو انت مشيت كل الستبس بتاعة المعادلة اللي احنا هنقولها، مش معنى كده انه انت هتبقى امريكا هتديك اقامة هناك وتبقى مواطن امريكي. الكلام ده مش مظبوط، لانه انت عشان تعمل كده الحالة الوحيدة اللي ممكن تعمل فيها كده هي انه صيدلية هتروح تشتغل فيها هناك تعمل لك سبونسرشيب وتساعدك ان انت تاخد اقامة، وده صعب. يعني اعتقد انه هو صعب كمان حاليا بالذات لان العدد هناك كبير، فيعني غالبا هيبقى صعب. فانت من البداية كده لو انت قادر ان انت تروح وواخد القرار ان انت تروح هناك كهجرة او ان انت تعيش في امريكا، فدي بوينت. والبوينت التانية هي المعادلة بتاعت شهادتك. لكن ما تفتكرش ان انت عشان عملت معادلة الشهادة يبقى انت اوريدي خلاص ضمنت ان انت هيسمحولك تروح هناك وتعيش هناك بناء على انك عملت المعادلة دي، تمام. دي كده اكتر 3 بوينتس يعني عايزة بس كنت اوضحهم في الاول، وبعد كده هنشرح بقى الستبس. اول ستب انت محتاج تعملها هي الدوكيمنت ايفالويشن. الدوكيمنت ايفالويشن دي عبارة عن انك بتبعت الورق بتاعك وشهاداتك وبتقول لهم يا جماعة انا خريج كلية صيدلة في بلد الفلانية ودرست المواضيع دي ودي تقديراتي ودي حاجتي وده تسجيلي في النقابة وانا بمارس المهنة في البلد الفلانية او في بلدي، وحابب ان انا تقيمولي شهاداتي عندكم. عشان تعمل القصة دي هتبعت ورقك لمكان اسمه الـ ECA او اللي هو اختصار للـ Educational Credentials Evaluators. بتجيب بتروح للكلية بتاعتك او الجامعة بتاعتك بتستخرج شهادة طبعا بالانجلش، بتطلب استخراجها من الكلية بتاعتك، شهادة تخرج، وكمان حاجة اسمها بيان درجات بيبقى عبارة عن السنين كلها، كل المواد اللي انت درستها، كل تقديراتك خلال ال5 سنين او المدة اللي انت درست فيها برضو in English. انت متاح لك تستخرجه من كليتك بالعربي او الانجليش، المهم انت بتستخرجه بالانجليش، شهادة تخرج وشهادة درجات او بيان درجات.
وبتبدأ تجمعها في فايل وبيتختم من الجامعة وبيروح لجهة اسمها الـ ECE. انت بتبعته للـ ECE ويشوفوا ان المواد اللي انت درستها في كليتك هي تعادل نفس المواد اللي الطلبة بيدرسوها في امريكا، وبيبعتوا لك ريبورت بده اعتراف منهم ان انت شهاداتك وورقك بيعادل المواد اللي درسوها الطلبة في امريكا. تمام. بعد كده بتاخد الريبورت اللي هم بعتوه ده وتقدم على امتحان الـ FPGEE او الـ Foreign Pharmacy Graduate Equivalency Exam. تمام. الامتحان ده عبارة عن تقريبا من 200 ل 250 سؤال، بيبقى فيه Basic Biomedical Sciences حوالي 10% من الامتحان، و 33% منه Pharmaceutical Sciences، و 22% منه Social و Behavioral و Administrative Pharmacy Sciences. يعني بيكلمك عن القوانين وأداب المهنة والكلام ده كله، و 35% منه Clinical Sciences. تمام. فانا بقولك الكلام ده ليه؟ بقولك الكلام ده عشان تفهم ان محتوى الامتحان شامل جدا جدا جدا، سواء الفارماسيوتيكال ساينسز والكلينيكال ساينسز اللي انت درستها في الكلية، وكمان زيادة عليها مسألة السوشيال والبيهيفيرال والادمينستريتيف فارماسي ساينسز. تمام. اللي هي قوانين بقى ممارسة المهنة واداب المهنة والكوميونيكيشن مع البيشنتس ومع الميديكال تيم، كل الكلام ده داخل معانا في الامتحان. امتحان شامل جدا جدا جدا. طيب الباسنج سكور بتاعه او انا هعدي لو جبت كام، المفروض ان هو يكون اعلى من 75. في النهاية مش بيقولك كمان سكور، هو بيقولك يا نجحت يا ما نجحتش. تمام. نيجي لتالت ستاب. تالت ستاب هي امتحان الانجليش اللي هو التوفل اي بي تي. الامتحان ده تقريبا التشالنج الحقيقي لموضوع المعادلة، لانه انت محتاج يكون مستواك في الانجليش يعني ممتاز علشان تقدر تعدي منه. الامتحان ده بيختبرك في اربع مهارات او اربع سكيلز، الريدنج والليسننج والسبيكنج والرايتنج. ومفروض تجيب في الريدنج 22 من 30، والليسننج 21 من 30، والسبيكينج 26 من 30، والرايتنج 24 من 30. فأكيد انت ملاحظ انها ارقام كبيرة، ارقام محتاجة ان انت تكون بتتكلم وبتمارس انجليش كويس، وكمان تكون متدرب على الاجزام نفسه كويس. تمام. طيب في بوينت بس حابة اوضحها في قصة التوفل والاف بي جي اي اي. الامتحانين دول طبعا الاف بي جي اي اي ده امتحان ساينتفك، والتوفل ده امتحان انجلش توفل اي بي تي. تمام. الاتنين دول لازم تمتحنهم في امريكا، يعني انت مش هينفع تمتحنهم في اي مكان تاني، لازم هتعمل فيزا وهتروح امريكا عشان تمتحن الامتحانين دول. اوكي. التوفل مش معترف باي امتحان توفل بره امريكا، يعني حتى لو لقيت سنترز معترف بيها بره، ولكن هما مش بيقبلوا غير اللي موجود في امريكا وكندا تقريبا. خلي بالك من البوينت دي، ان انت لو انت برا امريكا هتحتاج ان انت تعمل فيزا لامريكا، ممكن تمتحنهم على فيزا سياحة على فكرة، بس المهم ان الفيزا تتقبل اصلا. طبعا الكلام ده لو انت برا امريكا، لكن لو انت اوريدي جوا امريكا فالموضوع سهل جدا. تمام. دي بس بوينت كده حبيت اوضحها، عشان يعني دي I think انها برضو هتبقى عقبة لناس كتير. طيب عملنا document evaluation مع الـ ECE، وامتحنا امتحان الـ FPGEE والحمد لله عدينا، وامتحنا العقبة الأكبر والتشالنج اللي بيوقف معظم الناس اللي هو الـ TOEFL IBT test.
تمام وعديناه، هناخد الشهادة بتاعت التوفل وهناخد الشهادة بتاعت الاف بي جي اي اي، ونقدم على شهادة الاف بي جي اي سي اللي هي السيرتيفيكت. علشان بالسيرتيفيكت دي هتروح انت للناشنال بورد اوف فارماسي وتفتح معاهم اكاونت الناشنال بورد اوف فارماسي او ال NABP. دول البورد الخاص بالصيادله كلهم في امريكا، يعني بالصيدله كلها في امريكا. بتعمل معاهم اكاونت وبالشهادات طبعا بتاعتك دي او بالشهاده اللي هي الاف بي جي اي سي، وبعد كده بتطلب منهم تقدم على انترنشيب او انترن بيرميت، تمام، او تصريح يعني انك تعمل عدد ساعات معينه كشغل مدفوع الاجر، بيبقى يعني تقريبا حوالي سنه شغل في صيدليه او مستشفى، ولكن بتختلف من ولايه لاخرى، يعني ممكن تكون اقل من كده او اكتر من كده، اعتقد اكتر يعني على حسب الولايه. وبعد كده بتدور على شغل بالانترن بيرميت في صيدليه او مستشفى، بيكون الصيدلي هو اللي بيشرف عليك طبعا، لكن انت بتقوم يعني بكل اعمال الصيدلي عادي. يعني بعد ما بتخلص مده الشغل دي بتاخد بقى منهم من المكان اللي انت اشتغلت فيه، بتاخد منهم شهاده يعني او جواب ان انت يعني زي تصريح منهم او شهادة منهم ان انت خلصت المهام بتاعتك كلها تمام وتقييمك تمام بعدد الساعات طبعا المطلوبة، وان انت كنت بتاخد اجر قصاد الساعات دي. وبعد كده بتعمل بقى امتحان النابلكس، تمام. النابلكس ده امتحان برضو ساينتفك، بس امتحان كبير جدا، يعني المدة تقريبا مدته بتبقى 6 ساعات، يعني بيسألك في كل حاجة في صيدلة حرفيا، وبرضو يعني بيجي في النهاية يقول لك كده يا عديت يا ما عدتش، تمام. بعد ما عديت تاني امتحان اللي هو النابلكس الامتحان الساينتفك التاني، خلاص كده مش بيبقى لك غير مرحلة واحدة، هي امتحان القانون الخاص بالولاية اللي انت عامل المعادلة فيها، بيبقى اسمه MPGE، ده امتحان قانون او قانون يعني ممارسة المهنة في الولاية اللي انت فيها بالتحديد، ولكن في كاليفورنيا بالتحديد بيبقى اسمه CPGE، تمام. ده بيبقى فيه بقى بيسألك بقى في اسماء الادوية والتريد نيمز والمواد الفعالة، فلازم تكون فعلا يعني الفترة اللي انت قضيتها كشغل او انترنشيب في الولاية تكون قضيتها كويس، وحاولت تحفظ وتلم معظم التريد نيمز وتراجع بقى كمان كل اللي انت درسته، تمام، عشان الامتحان ده ممكن احيانا بيبقى فيه اسئلة عن يعني كلينيكال، يعني تمام. كده انت خلصت الرحلة كلها، وساعتها هتبقى registered pharmacist in United States. في سؤال بقى بيتسأل طبعا، واكيد اكيد انتوا هتسألوه، هي يعني انا اذا كنت انا هعمل كل الخطوات دي، فطب انا اروح لو انا لسه مثلا في الكلية او لسه هدخل اصلا صيدلة، طب انا اروح ادرس في امريكا؟ لا، هي الحقيقة انه تمام مفيش مشكلة، بس هي لو انت بالنسبة للتكلفة هتقارن، لا هي تكلفة المعادلة اقل بكتير من تكلفة الدراسة في امريكا. تكلفة الدراسة تقريبا في امريكا من 40 ل 60 ألف دولار في السنة الواحدة، فطبعا هتعمل المعادلة تبقى ارخص او اقل في التكلفة بكتير. طيب احنا ما تكلمناش عن التكلفة خالص خلال الستبس دي، والحقيقة انا ما اتكلمتش عنها لان التكلفة دي متغيرة، يعني ممكن كل سنة تزيد عادي، بس احب يعني برضو احب برضو اديكو هنت كده للناس اللي حابة تعرف، ان انت مثلا مرحلة الاي سي اي دي اول مرحلة مثلا انت عشان تعمل document evaluation دي غالبا طبعا لو انت خارج اليو اس بتدفع $180، تمام. لو انت جوه اليونايتد ستيتس بتدفع تقريبا 120 بس. طيب مرحلة الاف بي جي اي اي دي مثلا الاجمالي بتاعها $750 تقريبا في الحدود دي.
المرحلة بتاعة ال NABP دي بتدفع مثلا فيها 1200 دولار عشان تاخد الشهادة اللي هي FPGEC، دي تكلفتها حوالي 800 دولار. فلازم برضو تكون على دراية بالتكلفة وتشوفها مناسبة ليك ولا لا. طبعا لو انت جوه اليونايتد ستيتس اعتقد ان التكلفة دي هتكون بسيطة بالنسبة لك، واعتقد كمان انه كل الاجراءات هتكون سهلة بالنسبة لك. حاجة كمان حابة بس اوضحها باختصار كده، لكن لو انتوا حابين نتكلم عن الامتحانات دي بالتفصيل، انا ما اتكلمتش عن الامتحانات بالتفصيل على فكرة. انا كل اللي حاولت اعمله في الفيديو ده ان انا ارتب الستبس في دماغك واديك يعني فكرة عامة كده عن الرحلة عاملة ازاي علشان ما تتفاجئش في الاخر، تمام؟ على فكرة المنهج بتاع الامتحانات دي انا بجهز فيه، انت مثلا لو انت ظروفك ان انت اوريدي مثلا اهلك في امريكا، اوريدي بتسافر، معاك فيزا اوريدي، معاك جرين كارد، دي كيس تانية، دي كيس سهلة جدا وكويسة جدا. واكيد اكيد لو انت اوريدي في اليونايتد ستيتس او معاك جرين كارد، فانا هشجعك اكيد ان انت تعمل المعادلة، لانه الرواتب هناك تستحق الرحلة دي. يعني مستوى الصيادلة والأطباء في أمريكا يستحق الرحلة دي. آخر بس نقطة عايزة أوضحها، كنت بقول لكم بخصوص التوفل، ده امتحان الإنجليش ليه صلاحية مش مفتوح، يعني مش هتاخد الشهادة وتقعد بقى كام سنة تفكر هتكمل ولا مش هتكمل، لا، التوفل صلاحيته 2 سنين. طيب بالنسبة للامتحان، شهادة الامتحان بتاعت الـ FPGEE صلاحيته 5 سنين، فبرضو لازم تكون يعني عامل حسابك ان انت الستبس لازم هتمشيها ورا بعض، مفيش حاجة اسمها تأجل كتير، ودي حاجة مش مستحبة اصلا، لانه هي اصلا زي ما انتوا شايفين الستبس كتيرة، فيعني يدوبك انت تخلصها في سنة بتاع في 2 سنين يكون كويس على اساس تبدأ بقى ان انت تشتغل وتشوف حياتك. فيه بوينت كمان عايزة اوضحها، بالنسبة للتوفل، الامتحان ده تقريبا تكلفته هتبقى 195 دولار. زي ما قلت لكم انا يعني مش بحب قوي اقول التكلفة لانها مش ثابتة، ممكن تتغير، ولكن يعني انا بديك بس رقم غالبا هو ده الكوست في الوقت الحالي، فعشان بس تبقى عارف الرينج عامل ازاي. في بوينت برضو حابة اوضحها، ودي برضو متغيرة، يعني احيانا القوانين فيها بتتغير. لحد الوقت اللي انا بسجل فيه عادي ان انت تخش امتحان الـ FPGEE وانت لسه ما امتحنتش التوفل، لكن يعني بيقال انه ممكن وانت جاي تقدم على امتحان الـ FPGEE يطلب منك شهادة التوفل، فكده لازم انت تبدأ تمتحن التوفل IBT قبل الـ FPGEE، تمام؟ انا بس مش عايزة انسى اي معلومة او يعني ابقى بخلت عليكم باي معلومة. المهم يعني اعتقد ان انا كده غطيت معظم الاسئلة اللي يعني لقيتكم بتسألوها، ويعني انت كده عرفت كل الستبس from A to Z، مفيش، انا مش مخبية عليك اي ستب، وقلت لكم انه الاف PGEE والتوفل IBT لازم تمتحنهم في امريكا، او الاكسبشن الوحيد ممكن تمتحن التوفل IBT في كندا، اوكي؟ ده اي ثينك ان هم بيعترفوا بيه. بس كده، يا رب يكون الفيديو يعني فاتكو وموضح الامور في دماغكو كده، عشان ان شاء الله اللي ياخد قرار ويمشي في الستاب دي يكون ناجح باذن الله ويمشيها على طول، ما يتعثرش ولا تقابله اي تشالنج في النص، يبقى هو عارف كل الامور بوضوح. لو عندكم اي سؤال ياريت تكتبولي في الكومنتس، وثانك يو.